ودي انوه للمقابله اللي او النتيجه اللي طلعنا منها من المقابله امس مع صاحب السمو الملكي الامير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. انا ما كنت يعني اتداخل بذي النقطه، لكن اشوف كل المداخلات كلها يعني متوجهه الى توظيف البحرينيين. امس مو احنا طلبنا من ولي العهد، لا هو بنفسه قال لنا في مشروع كبير راح يصير لتوظيف البحرينيين، وهذا انا ما بغيت اقوله، لكن اشوف كل المداخلات كلها تصب في نفس الـ في نفس الـ 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 الاتجاه. فرجاء احنا خلينا نعطي فرصه للحكومه، وهو بنفسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو اللي قال للنقطه دي امامنا انا ورئيس مجلس الشورى. فابي اطمنكم ان الموضوع ماخذه على محمل الجد وراح تصير في نتائج ان شاء الله.